لغتي لغتي العربية، لغة العرب القومية، كم حازت في الدنيا جمالا دون لغات البشرية. اقرأ ما كتب العظماء، اقرأ واقرأ ثم اقرأ واسمع ما قال الحكماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، واليوم سنقوم بدراسة قصة الضفدع الصغير. خطوات الدرس: أولا مناقشة التهيئة، اثنان عرض الأهداف، ثلاثة الاستماع إلى النص وتحديد المفردات الصعبة، أربعة مناقشة أسئلة حول النص من خلال سؤال وإجابة، خمسة النشاط الكتابي، ستة التقييم الختامي. والآن هيا نكمل شبكة المفردات لكلمة ضفدع، ثم ضع الكلمات في جمل. ضفدع نعرف أنه حيوان لونه أخضر، يقفز، يعيش على العشب بين الأشجار أيضا. هيا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. هدفنا أن يستنتج المتعلم الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية. مخرجات التعلم هي تلخيص أحداث القصة، استنتاج المغزى من هذه القصة. والآن هيا بنا نتعرف على المفردات الجديدة من خلال هذه الجملة. تسلل القط وخطف السمكة. تسلل هنا بمعنى أنه دخل خفية دون أن يراه أحد. هنا تسلل اللص وسرق البيت. تسلل اليأس في قلوب الضفادع. هنا تسلل اللص أيضا بمعنى أنه يعني دخل خفية حتى يسرق. عندما أقول تسلل اليأس في قلوب الضفادع بمعنى أنه دخل إلى قلوبهم وتمكن منه. بحث فارس عن الكرة لكن دون جدوى. ما معنى دون جدوى؟ بمعنى دون فائدة. قالت ملك فتشت عن كتابي في كل مكان لكن دون جدوى. نعم أيضا صراحة أن نلاحظ أن دون جدوى دون الضفدع الصغير نوع النص قصة. والآن هيا بنا نستمع إلى أحداث القصة. كان هناك مجموعة من الضفادع تعبر الغابة، وفي أثناء سيرها وقع ثلاثة منها في حفرة عميقة، فأدركوا بأنهم إن لم يخرجوا من تلك الحفرة هلكوا. بدأوا بالقفز عاليا بكل ما أوتوا من قوة دون توقف، وكانت المجموعة التي لم تسقط تنظر إليهم وتراقبهم. بعد فترة بدأ اليأس يتسلل إلى نفوسهم حتى توقفوا عن القفز واستسلموا لمصيرهم المنتظر، ما عدا ضفدعا واحدا لم يزل يقفز ويحاول. بدأت المجموعة التي في الخارج تتعاطف معه وتقول له كف عن محاولاتك الفاشلة، لا جدوى مما تقوم به. وكان الضفدع يرد بزيادة محاولاته. والآن هيا بنا نتعرف على المفردات الجديدة. تعبروا بمعنى تمشي. هلكوا بمعنى تعرضوا للخطر. يتسللوا هنا بمعنى يدخلوا إلى نفوسهم. كف عن محاولاتك الفاشلة بمعنى توقف. الكلمة وضدها ما ضد الفاشلة الناجح. والآن عزيزي الطالب هيا توقف هنا قليلا وتدرب على هذه قراءة هذه الفقرة بنفسك الآن، ثم استعد لمناقشة الأسئلة التالية. أحسنتم، هيا بنا نشارك معنا. اقترح بداية جديدة لهذه القصة. يمكنك أن تبدأ قصتك بأكثر من بداية، مثل يحكى أن كان يا مكان في يوم من الأيام. يمكنك أن تغير في الشخصيات في المكان الذي تواجدوا فيه أيضا. جملة فعلية، أين الجملة الفعلية؟ رائع، هلكوا، يتسلل، كف، كل هذه جمل تبدأ بفعل. كلمة بها لام شمسية، رائع، الضفادع. شبه جملة، هيا ابحث معي عن حرف جر واسم مجرور مثل من قوتي.
إلى نفوسهم حرف جر اسم مجرور. ماذا حدث للضفادع أثناء سيرهم في الغابة؟ هيا فكر. ما رأيك بشخصية الضفدع الصغير؟ عندما أعبر عن الرأي يجب أن أستخدم عبارة مثل أعجبني، في رأيي أن، ثم بعد ذلك أوضح السبب. يعني أستطيع أن أقول أعجبني شخصية الضفدع الصغير لأنه كان شجاعا لم ييأس، هكذا. ماذا حدث للضفادع أثناء سيرهم في الغابة؟ وقع ثلاثة الضفادع في حفرة عميقة. ما شعرت الضفادع التي وقعت في الحفرة؟ بعد فترة بدأت الضفادع تشعر باليأس حتى توقفوا عن القفز، ما عدا ضفدعا واحدا لم يزل يقفز ويحاول. ماذا قالت الضفادع التي في الخارج للضفدع الصغير؟ رائع، قالت له كف عن محاولاتك الفاشلة، لا جدوى مما تقوم به. وكان الضفدع يرد بزيادة محاولاته. تخيل نفسك في هذا الموقف، حدثت لك مشكلة مع صديقك في موقف ما، ماذا ستفعل؟ والآن هيا نشارك معا بالإجابة عن هذه الأسئلة. ما معنى تعبر؟ شيء مفرد الضفادع، الضفدع، شبه جملة، هيا ابحث معي. نعم، في حفرة. ماذا حدث للضفادع أثناء مشيهم في الغابة وأثناء سيرهم في الغابة؟ رائع، وقع ثلاثة ضفادع في حفرة عميقة. والآن عزيزي الطالب، حان وقت النشاط الكتابي. يمكنك الآن اختيار أحد هذه الأنشطة والإجابة عليه بالدفتر، ثم إرسال هذا العمل إلى معلمتك مراعيا كتابة التاريخ والعنوان والهدف. والآن يمكنك الإجابة عن مجموعة من الأسئلة من خلال فتح هذا الرابط المرفق بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة من خلاله. والآن بعد الانتهاء من الإجابة عن الأنشطة السابقة، يمكنك الآن فتح برنامج عصافير وقراءة القصة التي أرسلتها إليك معلمتك. مع تمنياتي لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح. شكرا لكم على حسن استماعكم.